نحن عايشين بأمان، كان متوفر لنا المي ومتوفرة لنا الكهرباء ومتوفر كل شيء. مدارس كانت ببلاش، مشافي كانت ببلاش، كل شيء ببلاش، الأكل ببلاش، كل شيء كان رخيص. هلا إذا بتمرض مرضى صغيرة تبرك تتعالج بأبسط الأمور، ما عندك حق الدواء، ما عندك تشتري الدواء، وإذا توفر معك الدواء حق الدواء فالدواء ممنوع أنك يدخل بلدك، ممنوع يدخل بلدك. الزنبون في مرضى أعصابي كتير بتفتل ومع رشاتها، بس ما عندك مين يصرف لك الدواء. طيب هذا الإنسان مريض وبحاجة لهالدواء، بلدي ليش لا تنحرم؟ ونحن اللي كنا نصنع الأدوية، ليش؟ ليش هالحصار علينا؟ ليش نزلت على المواد كلها؟ كل شيء المازوت وين كان سعره وين هلا صار سعره؟ قاعدين عندي وعم نرجف من بردنا، بس ما عندنا وسائل تدفئة. وهيك ونحن رضيانين، نحن رضيانين يتركونا بأمان. بالبرد منعيش، بالثلج منعيش، بالشتاء منعيش، بالشوب منعيش، بس يتركونا نعيش بأمان. بكل شيء بالدنيا منعيش فيه، بس طلبنا الوحيد يتركونا السلام، بدنا السلام، السلام والأمان، هذا طلبنا الوحيد. بيوتنا ما بدنا هي عن جد، والله يا بيت ما بدنا بيوتنا وما بدنا شيء، بس من كل قلبي بقول يرجعونا السلام، هذا طلبي من كل العالم، صوتنا بده يصل يصل، انه بدنا السلام، بدنا الامان يرجع. اليوم انا باجي من هذاك الشارع لهالشارع بير، بمسك بايد اولادي، بخاف تيجي القذيفه عليهم، بمسك ايدهم بمشيهم على زي الحيط، تيجي القذيفه تيجي تاخذني الي، ما تاخذهم الي، قدامهم مستقبل، بدهم يعيشون. ليش؟ لايمت؟ صار معنا انهيار عصبي. اورجيك الادويه اللي باخذها شي بيقطع القلب، ليه؟ ذنبنا. يحل العالم عننا، يتركونا بحالنا، يرجعونا السلام لبلدنا، ويروح كل واحد يعيش بسلام.